في سنة طغت فيها إحصائيات كوفيد-19 لم تتوقف نشاطات مديرية الأمن الوطني، فعلى الحدود وإن تراجعت الحركة على مستوى المطارات والموانئ إلا أن عناصر شرطة الحدود ظلت بنفس إجراءات الحيطة والحذر. فيما يخص نشاطات القضائية وهدرنا على المهمة محاربة الجريمة، فيما يخص الموانئ المطارات والحدود البرية سجلنا نقص ذلك بين 2020 و 2019 كانت 12,000 قضية مع توقيف 12,000 شخص و 753، في 2020 3,581 قضية تم توقيف 4,977. الوحدات الجوية للشرطة هي الأخرى كيفت نشاطها وكثفت حضورها بما يتماشى مع مكافحة فيروس كوفيد-19، طلعات جوية لردع المخالفين وتعقب المجرمين على مدار 24 ساعة. في 2018 كان سجلنا 1617 ساعة طيران، في 2019 2177، وفي سنة 2020 سجلنا 2004 ساعات. شفنا باللي في هذه السنة قمنا بعدد طلعات ليلية عندنا 419 ساعة، وفي السنوات الماضية كنا نديرو ماكسيموم 100 ساعة. هذه الزيادة هي نتيجة أساسا لطلعات منجزه في إطار إجراءات متخذة من أجل احترام تدابير الحجر الصحي. وحتى يكون العمل مكتملا ومتكاملا كان لابد من عمل تحسيسي ميداني تكفلت به خلية الاتصال والصحافة. فيما يخص المرافقة الإعلامية 2967 نشاط، ومشاركات إطارات الشرطة في الحصص التلفزيونية 169 مشاركة، ريبورتاجات وتغطية إعلامية 2318 مشاركة. هي سنة خلت تراجعت فيها الكثير من الإحصائيات، لكن الجهود المبذولة من قبل مديرية الأمن الوطني كانت معتبرة في سبيل الحد من انتشار وباء كوفيد-19.